بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. وفي هذه الأوصاف احترازا عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ. وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. ومتى قالوا هذا حديث صحيح؟ فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول. وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، وإنما المراد به أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، والله أعلم. الحمد لله. هنا قبل الدخول في الكلام على هذا، أتى سؤال يقول: من احتج بأحاديث لم تقبل له صلاة على عدم وجوب الصلاة عليه، يعني يقول لا أصلي لأني لا أثاب على الصلاة. لا شك أن هذا باطل، لأن الصلاة هو مخاطب عليها، فإن تركها في هذه المدة التي هي الأربعين صباحا مثلا، 40 يوم، كان كافرا، لأنه ترك الصلاة متعمدا. وأما نفي الثواب فإنه يجتمع مع إجزائها، هي وقعت مجزئة، يعني يكون هو قد امتثل لأمر الله ولكن لا ثواب له فيها. والعبادات يترتب عليها شيئان: الأول إجزاؤها، يعني إبراء المكلف من عهدتها، وقوعها مجزئة. الثاني إثابته عليها، أما وقوعها مجزئة فتحصل بإيقاع الصلاة، إيقاع العبادة. أما الثواب هذا يختلف، ليس كل الناس في ثواب العبادة على حد سواء، بعضهم لا يثاب مطلقا عليه وإنما تقع مجزئة كما في هذه الأحوال ونحوها، وبعضهم يثاب عليها أقل الثواب كما جاء في الحديث الذي في السنن بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. وهذا يختلف اختلاف الناس. إلا عشرها، هناك من لم يكتب له أجر أصلا في صلاته كما في هذه الأحوال، فهو مخاطب بالإتيان بالصلاة. وأما ترتب الثواب على الصلاة ليس هو المقصود وحده، وإنما هو مخاطب بأن يأتي بالصلاة، فإذا أتى بها ترتب عليها شيئان: الأول وقوعها مجزئة برئت منها عهدته، الثاني الإثابة عليها. والأمران مختلفان. هنا ذكر ابن الصلاح رحمه الله في أول مباحث هذا الكتاب المفيد وهذه المقدمة النافعة، ذكر أن أهل الحديث قسموا الأحاديث إلى ثلاثة أقسام: إلى صحيح، وإلى حسن، وإلى ضعيف. مثل ما قال العراقي في ألفيته، يقول: وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. ومورد التقسيم الاستقراء، فإن الحديث إما أن يكون مقبولا في الاحتجاج، وإما أن لا يكون مقبولا. فإن كان مقبولا يعني عندهم
فإنه صحيح، وإن لم يكن مقبولا فإنه ضعيف. وهذا المقبول تختلف درجاته، وهذا أيضا غير المقبول تختلف درجاته. فالمقبول منه ما هو على الدرجة العليا من القبول، وهذا سموه صحيحا، ومنه ما هو على درجة التوسط في القبول كما سيأتي بيانه فسموه حسنا. فهذا هو القسم الأول، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن أهل الحديث ليس عندهم إلا حديث صحيح وحديث ضعيف، ويعنون بالحديث الصحيح الذي اكتملت فيه شرائط الصحة، والحديث الضعيف قد يدخل فيه الحديث الحسن. ويقول إنما شهر هذا التقسيم الصحيح والضعيف والحسن إنما شهره الترمذي في كتابه الجامع، هو موجود في كلام بعض مشايخ الترمذي رحمهم الله تعالى، ولكن يقول شهره الترمذي. وهذا الكلام قد لا يكون على إطلاقه، فإنهم قسموا المقبول إلى صحيح وحسن، والمسألة ربما تكون من باب الخلاف اللفظي. المقصود أن أقسام الحديث صحيح حسن ضعيف. بتعريف الحديث الصحيح يستبين تعريف الحسن ويستبين تعريف الحديث الضعيف. فمن أحكم معرفة الحديث الصحيح فإن الحسن يكون واضحا عنده أو قريبا من الواضح، والضعيف يكون واضحا، لأن الحسن والضعف إنما هي بما يخرج وما لا يتوفر من شروط الحديث الصحيح. قال هنا الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي ينقله العدل الضابط عن مثله ويكون خاليا، يعني إلى منتهى، ويكون خاليا من الشذوذ والعلة. فقد جمع تعريف الحديث الصحيح أن للحديث الصحيح 5 شروط: الأول أن يكون حديثا مسندا، يعني متصلا، يعني بالمسند هنا المتصل لا المسند المرفوع كما هو خصوص اصطلاحهم، لا، المسند يعني المتصل. يتصل الحديث يعني الإسناد، كيف يتصل؟ بأن يكون كل راو ينقل الحديث عن شيخه وقد سمعه منه، هذا يكون متصلا، سواء ذكر ذلك بصيغة التحمل حدثنا أو بصيغة أخرى لا تفيد السماع كعن وقال وأن ونحو ذلك. فإذن الاتصال أن يكون الحديث سمعه الراوي من شيخه وسمعه شيخه من شيخه إلى منتهى. احتراز عن هذا، لماذا يخرج بهذا الشرط؟ إذا لم يتصل فهناك أحوال، إذا لم يتصل يكون هناك انقطاع مثلا، فهذا نوع من الأنواع، يعني ما توفر شرط الصحيح وهو من نوع الضعيف، حصل انقطاع صار الحديث ضعيفا، يعني بهذا الإسناد بعينه انقطاع بين الراوي وشيخه بأن لم يسمع منه هذا الحديث، صار الحديث منقطعا، وقد عرف ذلك الراوي بالتدليس، فيكون الحديث يعني هذا الإسناد فيه مدلس قد رواه بصيغة تحتمل السماع وغيره كعن وأن وأن وقال ونحو ذلك، فهذا يصبح حديث مدلس. وهكذا إذا رواه الصحابي، إذا رواه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع منه يكون حديثا مرسلا من مراسيل الصحابة، وسيأتي حكم مراسيل الصحابة وأنها على القبول. إذا رواه تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتصل سنده، كل هذه من محترزات هذه الكلمة، ما اتصل إسناده أو هو الحديث المسند، إذا رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ما حصل الاتصال إلى منتهى، فيخرج من هذا نوع من أنواع الحديث وهو الحديث المرسل. وهكذا إذن يخرج من هذا القيد أنواع كثيرة من أنواع الحديث الضعيف في هذا القيد. قال بنقل عدل ضابط. المشهور في عبارات المتقدمين الاكتفاء بعبارة عدل، وقد أضاف إليها جمع الضابط، هذا أن يكون عدلا ضابطا، وذلك لأنه قد يفهم من العدالة أنها عدالة نفس لا عدالة نقل،
ويريد المتقدمون بالعدالة ما يجمع القسمين، عدالة النفس وعدالة الضبط. وعدالة النفس عرفوها بأنها ملكة تحمل على ملازمة المروءة وترك خوارم المروءة من فعل المعاصي والبدع وما لا يحمد عند الرجال ونحو ذلك. هذه عدالة النفس، أن يكون عدلا في نفسه، على أن ثم خلاف في اشتراط العدالة ربما يأتي يعني بهذا المعنى الذي عرفه به المتأخرون. هناك عدالة ضبط، احتاج من احتاج إلى أن يفصلها عن عدالة النفس بأن ينص عليها فيقول بنقل عدل ضابط. عدل ضابط، الضابط من هو؟ قال أهل العلم الضبط ضبطان، ضبط حفظ وضبط كتاب. فضبط الحفظ أن يتثبت ويثبت ما حفظه من حين تلقيه إلى حين تبليغه، يتثبت ذلك، يثبت ذلك ويتثبت منه بأن يكرره ويكرره من حين حفظه له، من حين سماعه له حتى يبلغه. النوع الثاني ضبط كتاب، لأن بعض الرواة لا يحسن الحفظ، حفظ بدون كتاب، وإنما حفظه حفظ كتاب بأن ينقل ما ذكره الشيخ ويحافظ على ذلك. فضبط الكتاب قال أهل العلم بأن يحافظ على كتابه من أن يزاد فيه أو ينقص أو يدخل فيه أو يغير حتى يسمعه ويؤديه. فهذا الضبط ضبطان كما ذكره ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وذكره غيره أيضا من أهل العلم. هذا الضابط، إذا تأملت هذا فإذا العدل الضابط لا شك أن هذه الأوصاف التي ذكروها لا يمكن أن توجد على حد سواء، بل الناس يختلفون لأنها حكم على الرواة، وهذا مورد اختلاف. بعضهم يكون في عدالته على أكمل ما يكون كالأئمة، وبعضهم عدالته أقل من ذلك، وهكذا. فالناس درجات في العدالة، كذلك في الضبط، ليس الناس عن الرواة ليسوا على درجة واحدة في الضبط، وإنما يختلفون. وإذا كان الأمر كذلك فإذا يكون في اشتراط نقل العدل الضابط يكون في ذلك درجات. فأول ما يخرج من العدل الضابط أن لا يكون الراوي عدلا ضابطا، بأن يكون ضعيف الحفظ أو لم يحافظ على كتابه، سيء الحفظ، زيد في كتابه، غير بغير درايته، مختلط، مغفل ونحو ذلك، فهذا يخرج من هذا القيد فيصبح ضعيفا، خرج لا تنطبق عليه شروط الصحيح، فإذا يكون في حيز الضعيف. لكن إذا كان مطلق العدل والضبط موجودا، لكن لم يوجد العدل والضبط المطلق وإنما وجد مطلق العدل والضبط، فإن هذا لا بد أن تختلف فيه الأنظار، ولهذا قالوا إنه درجات. فإذا كان العدل على تمامه والضبط على تمامه أو ما يقرب من التمام، وهو ما يعبر عنه العلماء بكونه في ترجمته إمام، حجة، ثقة، ثقة ونحو ذلك من الألفاظ العظيمة التي تدل على المبالغة في التزكية والتعديل والحفظ والثناء عليه، ومنها ما هو أقل من ذلك، كان يقال فلان ثقة، فلان حافظ، ثقة ونحو ذلك. وقد يكون أقل من هذا، يكون عدلا وضابطا لكن ليس على هذه المرتبة، كان يكون صدوقا وعدل ولكن ضبطه يخف إما بعض الأحيان أو يخف كثيرا، فهذا عندهم في مرتبة الحسن لا في مرتبة الضعيف، لأنه وجد عنده نوع ضبط والعدالة موجودة. فهذا الاحتراز عن هذا القيد ينتج لنا الحديث الحسن، مثل ما قال الحافظ في النخبة: فإن خف الضبط إلى آخره. فإذا خف الضبط فإنه يكون الحديث، يكون الإسناد حسنا. وهذا هذه الاحترازات تأتي عليها التقسيمات التي ستأتي بعد ذلك في بيان علوم الحديث. إذن فهذا التعريف للحديث الصحيح من أهم ما يكون، لأنك إذا فهمته وفهمت المحترزات عليه، أصول الحديث بعد ذلك، مصطلح الحديث، الأنواع، تحتاج منك إلى شيء من إعمال الفهم وبعد ذلك تدركها، لأن علم مصطلح الحديث من حيث هو أصول من أسهل العلوم الشرعية.
قال عن مثله، يعني لا بد أن يكون الراوي ينقل عن مثله، يعني عدل ضابط عن مثله. فإن لم يكن النقل من عدل ضابط عن مثله نقص الحديث عن هذه الدرجة. فإن كان نقل عن ضعيف، عمن ليس بعدل وليس بضابط، صار الحديث ضعيفا. إن نقل عمن خفت عدالته أو خف حفظه صار الحديث حسنا، وهكذا. فلا بد في الحديث الصحيح أن يكون النقل، أن يكون الإسناد متصلا بنقل الثقة، يعني العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابي إذا كان الحديث موقوفا، أو إلى التابعي إذا كان الخبر مقطوعا. ثم ذكر القيد، قال من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. وها هنا في كلمة شذوذ نحتاج إلى تعريف الحديث الشاذ، وسيأتي في مكانه، وسيأتي اختلافهم فيه وبيان الصحيح إن شاء الله تعالى في موضعه. لكن الذي يهمنا هنا أنهم اشترطوا لصحة الحديث أن يكون الحديث غير شاذ، وأن يكون الإسناد غير شاذ. فالشذوذ شذوذان، شذوذ متن وشذوذ إسناد. قد يكون الإسناد صحيح لكن المتن شاذا، يكون الإسناد ليس فيه شذوذ لكن يكون المتن شاذا، وأحيانا يكون المتن صحيح لكن الإسناد فيه شذوذ. إذا كان شاذا فهذا من قسم الضعيف. الشاذ عند أهل الحديث من قبيل الضعيف، لكن هذا مما تختلف فيه الأنظار. مثلا الفقهاء رحمهم الله تعالى أو المعتنون بالفقه من المحدثين ويهمهم الاستدلال في المسائل الفقهية بالأحاديث، قد يجعلون زيادة الثقة مقبولة مطلقا ويقولون المثبت مقدم على النافي. لكن أهل الحديث قد يجعلون هذا المثبت الذي قدمه أولئك على النافي يجعلونه شاذا، لأنه تفرد للثقة عن جماعة الثقات أو عمن هو أوثق منه. فهذه مما يختلف فيها النظر، ولهذا وقع الاختلاف في بعض ألفاظ في الصحيحين هل هي شاذة أم لا، وذلك للاختلاف في تحقيق هذه المسألة. فهل كل شذوذ معتبر؟ فهل كل شذوذ قادح؟ الجواب لا، ليس كل شذوذ قادح، بل له موقع تفصيل، يعني عند أصحاب الصحيح يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. أيضا نفي العلة، يشترط أن يكون الإسناد غير معلول وأن يكون المتن غير معلول. هل المراد هنا أي علة أو العلة القادحة؟ أما مطلق العلة فيوجد علل في الأسانيد، يوجد علل في المتون من إضافة لفظ أو نقص لفظ أو اضطراب في لفظ ونحو ذلك. فهل يكون وجود العلة كما يفيده إطلاق ابن الصلاح هنا فيما فهمت، وجود العلة قادحا في صحة الحديث؟ الجواب أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما المراد أن يكون ثم علة قادحة، مثل ما قال العراقي في ألفيته وقد أجاد فيها، يقول فالأول، يعني الحديث الصحيح، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي. فلا بد أن تكون العلة قادحة، أما مجرد العلة فلا يكاد يخلو منها إسناد، خاصة إذا اجتمعت الأسانيد، يكون هذا في زيادة، هذا في اختلاف في التحمل ونحو ذلك. فهذه خمسة شروط: الأول اتصال، الثاني العدالة، الثالث الضبط، الرابع عدم الشذوذ، السلامة من الشذوذ، الخامس السلامة من العلة القادحة. وهذه الخمسة مهمة، فكل واحد إذا أخرجت منه محترزاته، أخرجت منه بهذا المحترز ما ينافيه، أخرجت أنواع من علوم الحديث التي فصلوها. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العلة القادحة كثيرة، العلة القادحة يأتي إن شاء الله في موضعها.